شنت مقاتلات العدوان السعودي غارات عدة على مجمعي كلية المجتمع والمعهد المهني بمديرية سنحان والمرافق التعليمية التابعة له الواقعة بمنطقة قحازة مديرية بلاد الروس التابعة لمحافظة صنعاء، ما أدى إلى تدمير ما تبقى منه بشكل كلي وألحق أضرارا بالغة بمرافقه. يا أبا العلم إلا أن يواصل نوره، فيحاول العدوان السعودي من جديد إطفاء شمعته. صورة قريبة لاستهداف كليات المجتمع والمعاهد الفنية في اليمن، آخرها كلية المجتمع بمديرية سرحان وبلاد الروس، والتي تعرضت لغارات جديدة من قبل طائرات العدوان السعودي أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة بها وبمرافقها العلمية. غادرت على كل المجتمع سلحان بلاد الروس، وبعد يومين عقبوا بأربع غادات على الكلية، وهذا يدل على الخبث والكراهية والحقد من آل سعود لبناء المجتمع اليمني أو التعليم اليمني. عشرة أشهر تنقص أو تزيد من العدوان الغاشم على اليمن، والذي استهدف كل شيء فيها من مبان حكومية ومنازل ومساجد ومستشفيات حتى الصروح العلمية، لم تسلم من وحشية العدوان، فكانت كليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية على امتداد المحافظات اليمنية هدفا مباشرا للعدوان وغاراته الجنونية، في محاولة منه لكسر جسور العلم وهدم بنيانها وتدمير منظومتها العلمية المؤهلة والرافدة للسوق المحلية والخليجية بالكوادر المتخصصة. هذا العدوان السافل الهمجي دمر البنية التحتية للمدارس والمنشآت، واليوم من فجر الباكر قصفوا مسجد في حمام جارف ووجدوا فيها الأطفال العزل والنسوان اللي ذالهن في ال في ال في ال أي اسمه، لا في لا لهن علاقة لا في الحرب ولا في السلم، مساكين ناس عزل يدلبوا يقصدوا على نفوسهم لاجئين وقصفوا اللاجئين في بيت الله. إذا قلت بيت الله بيشن فنعذر كلان يا آل سعود، أوعوا أوعوا، إلى أين أنتم؟ أكثر من 80 معهدا وكلية وجامعة دمرها العدوان السعودي على مدى 10 أشهر من الغارات المتواصلة ومعاودة شن الغارات في الأماكن المستهدفة من قبل، وكأن غليل العدوان لا يشفى حتى يرى الصروح العلمية مستوية على الأرض، وباعتقاده أنه سينهي العلم متجاهلاً القوة البشرية المؤهلة في اليمن وما تزهر به بلاد الحكمة والإيمان من قوة هائلة متخصصة يصعب على العدوان تدميرها. قامت العدوان السعودي بالغارات وقصفها وقيادة الإنشاء كلية الأعداء، وهذا ما تشاهدوا المباني قامت تهديمها، لا يوجد أي أسلحة مما بيقولوا آل سعود، وإنما قاموا حقد ولعن على اليمن والشعب اليمني، على ابناء الجيل لا يتعلم يجلس أمي لا يعرف القراءة والكتابة. يظل الجنون هو من يسيطر على قرارات تحديد أهداف العدوان، وإلا ما الهدف من استهداف الصروح العلمية والبنى التحتية ومعاودة استهدافها من جديد كهذه الكلية الوحيدة في مديرية سنحان وبلاد الروس التي دمرها العدوان بعد أن كانت نبراسا للتأهيل والتدريب والتخصصات الفنية والمهنية، وذلك ما يقض مضاجع العدوان. بلقيس أحمد، اليمن اليوم.